الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله عم خالد ان شاء الله ان شاء الله نقراو لكم الموتور ديالكم ومازال ان شاء الله نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم ان شاء الله يخليكم معنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يطول عمركم مثلا فيديو ديالك بوحدك ان شاء الله يا ربي وعدك شي خليك الله يعطي ربا البنياتي الله الوالده وصافي درنا بزاف داروهم درنا المخمر داروا درنا الخبزات المعمرين دارت امهم حليمه خبزه داروها دابا الوالده دابا انت وتي تصوبي كناش بزاف التليفون بزاف اولدي بزاف بنياتي الله يعطيهم رضا وليداتي الله ينورهم الله يسددهم ليا مرتاحه الوالده معاهم بزاف والله ولدي بنياتي وليداتي مرتاحه معاهم فوق القانون فين وصلتي؟ صافي انا ديالي ناضي ديالي تيتي راه باقي تيتشد الله يعطيكم الرضا والله يعطيكم اللي ينفعكم والله يسهل عليكم ويسهل امركم ويدير لكم البركه من الجريان ديالكم. استاذ نصر كما تشوف انا دابا جبت واحد كيلو ربع ديال الكبته وين نصاوب ان شاء الله طويلين هما راهم دايرين مكامله راهم دايرين طابا هما راه دايرين راسهم طاجين دايرين ما فيها هاو وانا غندير هاد الكيلو ربع طويلين وين نصاوبو انت غتدي فيا بحال هكا مازال حصارة تصبر ما تيتيش ما تصبر لا مالي ولدي. الوالدة حنا راه كلفوك ان شاء الله تلم شي وكلام نيتك ان شاء الله. ضروري ها هي الكتان تبارك الله جبت على يدي باش غادي ندير فيها تحتاج اسيدي شويه ديال الفلفله حاره ها هي. اييه. وشويه ديال الشاويه. اييه. ماشي بزاف. اييه. والكامون ها هو. وشويه ديال الملحه وشويه ديال سميتو المعدنوس. اسيدي الله يعطيك الصحه صافي. والطاجين طويجين ها هو عاود ها هو غسيله مقرطه هنايا. تبارك الله تبارك الله. غادي تشحر تتشحر. غنضيف عليها شويه ديال الماطيشه باش طيب على العين ندير عليها الكفته. غادي نخليو كثر من الكفته ديالك ان شاء الله يا ربي. وراه امك حليمه هي تتمخطيها. الوالده خلاص هي اللي تتمخطيها. وهي نعطيها غير للبعشيه. هذاك الشيء اللي كاين. السلام عليكم الوالده بخير لاباس عليك. السلام عليكم اوليداتي بنياتي لاباس عليكم كي دايرين كي دايرت اوليداتي مع الصحه. وراكم تتسولوا فيا ديما وليداتي الا خطيتكم غير واحد السويعه راكم تتوحشوني راه وليداتي القلب على القلب راكم عزاز وغاليين والله يهون عليكم والله يستركم والله يبعد عليكم هاد المرض ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله يجعل سيدي ربي يرفعوا علينا وليد الشند وليد الشندك اللبن والحليب ولكن ما عرفتش انا منين تجيب اللبن والحليب اللبن والحليب اولدي ديما غير مع الوجوه والله اولدي لا غير مع الوجوه مساكن كنا تيجيبوا لنا 10 يطرب وتروب تروب ونمخت تبارك الله خير الحمد لله ما عندنا ولي عندنا ربك اللهم لك الحمد الله وليداتنا ما عندنا ما بقى لا مشى حسن مسكين البارح صور الجامع كبير وعمروا له طوموبيل ديال الحليب والسمان واللبان تبارك الله رويدا تبارك الله والناس مساكين الشلوح ديال الكبرانيه وديال الجوده والله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم وعليهم ان شاء الله. الله يديروا خير بزاف الحمد لله الوالدة الوالدة دابا نخليك تبخدي الوالدة اللبن ديالك ان شاء الله. انا غادي نبخد وغادي نرجعوا لعند الشاف موحى غادي نرجعوا لعند الشاف موحى ديالنا راه تيصايب الكتاب دابا الكتاب الوالدة تصايبها غير مطيشه البصله ياك. تبارك الله انا بعنا درت شويه السوداني السودانيه وشويه التشاونيه وشويه ديال الناس سميتو سيبان الشاويز هو الناس اللي جايبين عندك وشويه الكامون مازال ما درتش انا ندير شويه الكامون دابا واش هاد الناس هادو بزو عليك دخل الكوزينه راه دخلتي على الراس تندخل على الصحاب ولا راهو طلع خويا وليداتي تيجي غزال تيجي حلو حتى هما دابا انت خلاص حايا ولدي مرت ثلاث ايام هما كاع ما يخليوش بلا والله خلاص نخليو الوالده الوالده خلاص غادي نخليوها ان شاء الله تكمل المخيط ديالها ها هي اللي جالسه معنا هنايا وغادي نخليو الوالده اجي وتشوفوا الحليب ديال امكم حليمه اللبان ورينا الوالده ورينا حلي حلي حصه قاعد عاوني حصه شرا
هاك بنتي نشوف هادشي ديالكم كيدير الوداد. ها هو ولدي ها هاني تنتقاتل معاه تن ان شاء الله. هاك مولانا انا طالع 600 وانا عاد بديت ان شاء الله غادي تعطي 600. غادي نخليو الوليد كما وعدكم غايصايب الكفته ديالو راه تيصايب فيها دابا شرم الهابري كراش شنو اللي درتي ليها؟ انا اللي فوا تنشد الطبليه ما جات ليا. راه هكا ما درتوهاش. شوف واش مسحي الدير وين جيبها كاع عمي. عرفتي انا شوف كيما درت شوف عمي راه غير وصل كيما دار هكا وجهي. لا 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 كنت انا كان مشيت كنت تحت تماك وما رحتش باش ما تاكليهاش. واخا ما يغسلش الدراري كيخمي يشحفي. انا قريت بارك الله. راه درجه تيتي شتا تيتي بزاف في المواصفات هنايا. هذه هي الوصفه اللي غتوجد لكم كنتي حفصه واحد البسبوسه زوينه. اللي جاتي حاجه ما ياكل الراجل. انت ما تاكلش معاهم؟ ياه. ما تاكلش معاهم تاهم؟ ياه ما تحاول جاتني فوق كل تحيات. لما لا تفهم هادي. لا عمي دابا بحال هادا ما كانش خصهم صراحة عكفة هنا عكفة. راه عندي سميتها راه عندي عطيتها لشوتي ديك. راه رئيسة الأول وليد دابا شتا رئيسة الزبالة ديالك الزبالة. دابا شتا رئيسة الزبالة لبسوك وليد قول لك والله. لا حيد عمي هادي. لا هادي غنحيدها ماشي ديالي هادي ما خدامي. خصك انت خصك شي قياس اخر ديالك بهديت. دابا غادي نخليو الوالده هي كتصايب خلاص اللبن ديالها والوالده هو كيصايب الكفته ديالو وغادي نرجعو نتيتي شتيتي شنو شنو حضرنا هاد النهار ان شاء الله. يلاه شي حاجه ياكلها سيدي الشرب. مرحبا دابا شتا واحد داك الساعه تغشنا. ايوا لا انا ما تحيه كبيره المتتبعين ديالنا تحيه للجاليه المغربيه المقيمه ديال ايطاليا شكرا لكم بزاف لانكم ديال ايطاليا بالضبط ولا ديال اوروبيا ديال ايطاليا بالضبط علاش بالضبط متتبعين تما بزاف واللي هي واحد المتتبعه وفيه كتعيط ليا مسكينه وكتقاس معايا بزاف ديال الحويجات وبغيت نقدم لها واحد التحيه كبيره وهي راه غتعرف راسها ما بغيتش نقول الاسم ديالها. المهم غندوزو داكشي اللي غتصايب ليها سارة خويا الحسن. حنا اليوم راه اختي حفصه غادير واحد البسبوسه وغادي نرافقوها بواحد شويه د الفلو هنا درت واحد التحليه بالليمون ونشا خليتها غادي تبرد عاد نزيد عليها الفلو. هذه ضحكوا لينا المتتبعين قلنا غليتي الفلوف في الكوكات الكوكات صغيره ماشي مشكل كلشي زوين كلشي زوين. قابلين المشاهدين ديالنا قابلين المشاهدين ديالنا الدراري اليوم لينا شكرا اليوم بزاف لانه ما كيكتبوناش التعاليق الخايبه ما كنلقاو غير التعاليق الزوينه اللي تنفرحوا حنايا والله الخاطر والتعاليق ديالهم اكيد تنزيدوا حنا لقدام وتنصوروا حنا الفلوقات ديالنا واليوميات ديالنا وحنا تنعيشوا معاهم جميع الروتينات ديالنا. نخليو تيتي شنو دابا تيتي غادي ديري غادي دابا ندير هذا الشيء هذا في الثلاجه يعقد ليا هانتوما دابا مشى عقد اييه غنخليه يجمد ليا مزيان وغندفع عليه الفلو غادي نعاود نخليه يجمد وغادي نزوقو هكا بداك الشيء اللي عندنا في الدار على قدر المستطاع ديال اي واحد. غنخلي كلمه اختي حفصه راه مطبعه ورايا دابا الشهر دابا حفصه شنو تديري حفصه انا خويا راه كنتبع ما بغيتش على عمي هو زعما هو اللي غيتكلف هو اللي غيتكلف الوصفه ديالو ودابا نعاونوه شويه ما خليوش يدير. لا لا الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. السلام عليكم المتابعين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. شكرا لكم بزاف على التعليق الزوينه كما قالت اختي تيتيش كما كتشوفوا تقطع مطيشة لعمي وان شاء الله غنقدم لكم واحد الصالة هي البسبوسه كتجي زوينه ان شاء الله وخليكم معنا حتى تشوفوا المقادير صافي غادي نخليو الوالد بما خلاص صايب الكفته ديالو شوف غاديرهم في الجهه ديالي. لا صافي الا غاديرهم في الجهه ديالو صافي ماشي مشكل. زيد زيد الكاميرا لهيك شوف كبار ولا صغار. شوف شوف دابا خلي دابا عرفتي شنو دابا 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 تيتي دابا انت قلتي رايي هو قال رايي خلي دابا الجمهور هو اللي غادي يقول لنا شنو كاين. اييه ما بغيتش حتى دابا دابا كله وديالو دابا الوالد دابا القانون كله وديالو وريتهم صح داكشي اللي كاين. انا راه دا شويه البصله قلت له كدر البصله قال لك ما عرينا على الطاجين عرينا على الطاجين الوالد شوفوا ها هو ها هو شتك شي مبرطين غير البصله. انا دابا حابين انا وانا عطاك وانت باغي تاخذ
واش جيج دابا واش قابله القانون اللي قال الوالد ولا ما قابلهاش؟ انا بعدا كيما كيعرف كتشاوت لينا واكلينا كنجلس حداه ما عنديش الفراق عليه سواء طيب ولا ما طيبش. ودابا البسبوسه ديال حفصاي متى غديرها؟ صافي خليكم معنا يا احلى جمهور. الوالده هي كتمخض البان كما شفنا في الاول. وليداتي وما نشهيوكمش الله يعطيكم الرضا والله ينوركم والخير موجود وليداتي. هذا دابا غادي نديروا عليها احلام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله احلاتك. غنديروا عليا الصيكوك ان شاء الله نفوروا الطعام. ايوا وليداتي. ايوا تابعوا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي والله يسهل عليكم وراكم عزاز وغاليين. صافي الوالد خلاص هو تيكمل الكفته ديالو البنات. صافي ان شاء الله وخليكم معنا ان شاء الله. خدمتي معاه؟ واش كتصوت واش كتصوت ولا كتشوي؟ صافي هذا بعد العشق ديال الحموم بكري ماشي عاد كيف زعما هادشي راه عنده التاريخ. وريتو رجعنا نشوف واحد دابا غنشوف شنو صايب. هيا الوسيله ديالك تتحرك. اييه وان شاء الله من غادي تحرك الكلاه وتبان فيها الطياب غنرميو عليها شويه ديال شويه ديال الشيء ديال الماطي شمال الشرميه وهي البويميله ديالها تطيب. دابا غادي نخليوه الوالد غادي يحرق لك البصل مزيان ومن بعد شنو غاديروا في هذه الوصفه هذه؟ من بعد تحرق البصل هذه تتحرق مزيان. وانا نرمي عليها مي حتى هي. شوف. هي. اييه شحال كانت التقريب ديال المطيشه هنا شي نص كيلو؟ شي كيلو لا بعد انا. راه شي كثير المطيشه باش تبان غير الكفته. ايوا واش انا كثير كاع غادي تجي لك جديده تجي. صافي غادي نطيب هادشي هذا غادي نطيب هادشي هذا ونرمي الكفته ديالنا. وما بغاش يطيب. ونشدو. ما بغاش يطيب الزيت العادي هناك ضروري مرة. وهي عند غير جاية ما تيجي غادي واحد بوطة تاهي سير حصك بلي الوصفة ديالك 40 ديال الحسنة ولا 40 ديال المقادير. يا ربي الوصفة ديال المقدة سير حصك بلي المقادير. انا عندي جوج كيسان ديال العنبة السميدة واحد الخضرة حمرا. اييه عندي كاس معمر ديال العنبة ديال الكوك او جوز الهند. كاس ديال سنيده. كاس ديال عصير الليمون. وكاس معمرش ديال زيت ليسيور. عندنا قرصه ديال الملح غير شويه. شور ليمونه محكوك محكوكه. واحد البيضه. معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال يعني الا كان ديال المشمش متوفر كان ديال الليمون غير اللي كان. وانا عندي الخل. وانا راه وجدت المول ديالي دهنتو بشويه ديال الزبده والسميده باش ما تلصقناش البسبوسه ديالنا. وهادو خلاص المقادير ديال الكريمه دابا نشاركها معكم ان شاء الله. تبارك الله. غنبدا ندير البيضه. بيضه شنو خوتي ملاحظه من بعد؟ بيضه سنيده غنطبقوهم مزيان بيضه. غنضيف لها الزيت. ايه ونطربوها مزيان. ايه بدي حصى. الحصى ما تكدا لا راه ما كدا. لا لا كون عاني. حصى مزيان يا اختي. السميه ديالها شنو سميتها اللي تصيب حصى دابا؟
بسبوسة وغنضيف كاس ديال الليمون. اش بغيت تبدل في هاد السميه ديال البسبوسه كاع؟ لا كل حاجة بسميتها. لا صراحة والله إلا كنسمعو البسبوسة واش كتصيفي كيما جيتي؟ أنا كنعمر أخويا أنا باش ندير في الفريكو. شوف هذا هو الفلو اللي درتي في الفريكو. هذا هو الفلو دابا هذا راه جمد وكنزيد عليه الفلو وكنحط في الفريكو. معطيك الصحة ديالي تيتي شوصة عندي ما نساليك. ربك ربك غير ديرو الشوفور راه يكون كبير ما دير بلا ما ديرو بديك القويعة الصغيرة. عندي الخرصة ديال الملح. خرصة ديال الملح درتها وعندي القشور ديال الليمونة. كنا خلطة بزاف صافي. يعني الحاجة اللي درنا خصنا خلطة. باش ما تكور ليناش داكشي في الخليط ديالنا وغيبقى هكاك يعني ما ضروري يبان باش تجي بنينه تجي زوين وتبع عطيكم الصحه ديال داكشي زوين ونزيد الكاس ديال ما عمرش ديال الكوب نخلطو كذلك مزيان تبارك الله كيبان هادشي زوين ما شاء الله عليه والوالده خلاص هي مازال معنا هنايا انا وليداتي عاد مع المخيط راه باقي ما تجمع لياش السمن ايوا يجمع ان شاء الله السمن وغادي نوريكم كلشي ان شاء الله ايوا ما نشهيكم شبنياتي وليداتي الله يرضي عليكم ان شاء الله حنا معكم حتى النهايه ان شاء الله الله يرضي عليك الوالده الله ينوركم خلي واحد الصايه مازال كتصيف البسبوسه ديالها فين وصلتي حصل يا خويا دابا غنضيف الكونفيتور ديالنا كيفاش؟ نعم اخويا الشيف موحى خرج هاد المرة هادي خرج عرفتي كيعيطوا له وليدات رشيدة بعدا رشيدة راها الخوف مسكينة حاصلة مع الخوف اللي كيكلفها بها ياسين ديما اليوم دايرة واحد الكمية ليا كبيرة شوية داكشي باش راها معطلة شوية بارك الله اياها خصها تكملي معنا انا عندي جوج معالق صغار ديال الخل الابيض اييه يعني هو كيجيبها الشيشة وكيجي ديك الزفورية ديال البيض بارك الله اشنا الوالدة؟ ايوا مازال ما بغاش يطلع ولا مازال ما بغاش يطلع مازال مازال ولدي مازال شويه مازال ياك ما جاش حتى لي كم لا بنتي لا ايوا انا قاعده قاعده هكا كتشي تعيي الصراحه لا ما تعييش والله ما تعييني ايوا المخيطه ما نديروش عييني بارك الله عليكم الوالده الصغيره الله يخطاكم الوالده من الدار وصلاه الشيء ربي يخليك اولدي الله يطول عمركم الله يعاونكم الله يسهل عليكم الله يجيب لكم شي رزيق هادشي اللي غنقول لكم وليدات وليدات جميع امهاتي وليدات جميع امهاتي وليدات غنضيف شويه بشويه ونبقى نحرك اش نسيتي شحال درتي شحال درتي البوان جوج؟ 10 انا دايره دابا 10 ديال هاد الكويسه واش هو داير له جوج ولا داير له واحد ديال؟ ما تيشربش طرف هادشي بزاف عطيه هو غير الكفته و هو تيبغي حاجه ديالو العصر تيديرو له قرعه دافوكا ديالو بوحدو والله لا قرعه ديالو لا القرعه تعجبو ولا فوكا ايوا بنتي الله يخليكم في الدار وكيسي ان شاء الله بارك الله اخويا هادشي راه كنديرو لوالدينا ماشي راه حنا غنضيف واحد ربع كاس ديال الماء ضروري تقرا كاس زوين شوف هادشي كيجي تبارك الله خليت خلاص كما خلطات الاخت حصه كلشي هادشي راه غادي مزيان تيبان لي حصل داكشي بنين تبارك الله تيجي زوين تيجي خاص كنسالي كنخلي الخمارة ديالنا حتى التالي ايوه باش كتفعل لينا كتعطي داك الجهد ديالها خمارة كاملة حصاني اه خمارة كاملة دابا غادي نخليو حصه تكمل هذا الشيء ان شاء الله غادي نرجعو لكم ما يديروا في اي نديروها في الموديل وندخلوها للفران ان شاء الله ومن بعد نشارك معكم السيرو باش غنسقيوها والكريمه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هي مازال كتصيف في الطلو ديالها ان شاء الله ولا مازال ما شاركتش معها لا مازال ما شاركتش مع المتتبعين ولكن فلو ساهل اللي كنديروا المغاربه كاملين راه عارفين تبارك الله ان شاء الله يا ربي كله كيفاش كيزين ان شاء الله يا ربي غادي نرجع من بعد ما غادي يسالوا البنات هذا غادي نرجع نشوفوا مع الاخت حصه البسبوسه ديالها ان شاء الله وخليكم معنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كتشوفوا معايا ربي البسبوسه ديالي كتحمر من الفوق وحنا غنوجد السيرو باش غنسقيها ان شاء الله يا ربي عندي هنا كاس ديال الليمون اللي بغا يستعمل طريفات ديال الليمون يعني ماشي مشكل ديال كاس الماء وطريفات ديال الليمون اللي بغا حتى الحامض ماشي مشكل
انا فضلت الليمون كيعطي واحد النكهه زوينه الصراحه. هنا غندير كاس ديال الليمون. اش نقول الوالده في البن ديالك؟ ها؟ البن ديالك؟ البن ديالك انا عارفه انا ندير باش نحيدو داك الثمن ان شاء الله. اي عطاك مني. هنا عندي كاس ديال سنيده. غادي تشوف غير هاد الفلاحه يا الزايره. واه ضروري. اه ضروري امي نشوفها. واش الصيا ديال الفاني؟ هي بدي عطاك مني. اش ما تيتي الشقراقه تما؟ أنا هادشي أنا هادشي من الخير راحتي فيه. لا 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 هذا الطلوع خطيرة هذاك الشيء بطبقات. أنا غنخلط التيرو ديالي وغنردو إن شاء الله يغلي واحد شوية على ما نحيد الحشا ديالي وغنطيب مباشرة عاد نخليها تبرد. ديال ديال شنو الويده طيحت؟ ايه جات نحيدها وهي طيحت. الويده الفلاحه ديالك ما كيديرها كاع. اشنو من الفلاحه كيديرها؟ زوينه زوينه ودي ها هي. زوينه تبارك الله. شنو جاب الويده جاب هذين؟ جاب جوج جابهم طويله جابهم وجاب. شافوا هاوك على شنو الطاجين ديالو؟ ها؟ شنو هاوك على الطاجين ديالو؟ لا لا دار مطيشه ومشى. عرفتي كنت تشوفوا في طاجين. ورانا نشوف ورانا نشوف من بعد خلاص غادي يدير عندك صايده دير الكسه ديالو تمايا. ها انت والله الا كيبان هادشي رائع على هادشي هذا الله يعطيكم الصحه. شوف الماطيشه عشرة شوف حاجه ها 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 هانتوما بنياتي وشريو هاد الصابون هذا هذا راه بلا ما اللي مينيو ها ها ما عرف كي سميتو هوني يا امي والله القسم نشر عندنا ياسين هانتوما شو سميتو من الفوق؟ قال جيل منظف ومطهر جيل نيتوايون ديزانفيكسيون الله يعطيك الصحة قول ديزانفيكسيون قول ديزانفيكسيون ديزان ديميسيون هذا هو اللون ديال بنياتي ها وزوين هذا زوين هذا زوين هذا ولد والله الا بكنا واحد فكاكي دايره ولدي بالنسبه لي هما الانوف التواليت الحيوط على الكبير كلشي كاين وهذا الثوان هادو كاين الهلو تيطلع داك الشيء تيطلع ديال الماكا تيتي غادي نتبعك غاتبعك وغادي نتبعك مورا الفطار ان شاء الله غادي نصوروا شي فيديو ونوريو ولا ما عندي ان شاء الله يلاه هو اي حاجه خصكم تشوفوها الجمهور الا خصكم نتوما تجربوها وديروها وتعرفوها غادي نديرو فيديو ان شاء الله ونشوفوا يعني النتيجه المبهره ديالو الله يعطي ربها لبنياتي الله الوالده وصافي درنا خبزات داروهم درنا المخمر داروا درنا الخبزات المعمرين داروا دارت امهم حليمه خبزه داروها دابا الوالده دابا انت وتي اتصلوا بك الناس بزاف في التليفون بزاف اولدي بزاف بنياتي الله يعطيهم رضا وليداتي الله ينورهم الله يسددهم الايام الله يسددهم مرتاحه الوالده معاهم بزاف والله ولدي بنياتي وليداتي مرتاحه معاهم الله يحفظك يا والدي الله يحفظك يا والدي الله يحفظك الله يطول في عمر اي والده كاينه في الدار تنوصل كاع الدراري والبنات الله يتهلاو في والديهم ويتهلاو في عريساتهم والله يخلي لهم خاوة خاوة امين 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 دابا غنبقاو معنا ان شاء الله بما غنرجعو حتى غنرجعو ان شاء الله التقديم الاخير ضروري وخليكم مع اجمل عريسات واجمل ام حليمه اللي هي في الكوزينه ديما حاضره ناظره معنا اجمل لون واجمل لون الله يخليك لينا خويا الله يحفظك ان شاء الله نفرحو بك ان شاء الله عما خارم ان شاء الله عما ان شاء الله وتقراو لي كومونتير ديالكم ان شاء الله نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم ان شاء الله خليكم معنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يطول في عمركم مثلا نخاف الفيديو ديالك بوحدك ان شاء الله يا ربي واعد داكشي خلي سيربريز الي بون شونس نرجعو ان شاء الله الوصف في التخمين التالي كاع ان شاء الله دابا نحصاو نشوفو هاد الصفقه ديال هاد الكريمه اللي عندها في داير انت سي حسن من بعد ما خرجنا البسبوسه ديالنا من الفران تحمرات صراحه جات هشيشه وزوينه نتمنى ان شاء الله تجربوها شوف شوف احسن تردوا عليا الخبار ها انتم تبارك الله تبارك الله تردوا عليا ان شاء الله الخبار اي حاجه كنشاركها معكم باش تعطوني الراي ديالكم
والله الا غير حتى الا كتحمر. ها ان شاء الله انت تبين لك بزاف متتبعينا خاصها تيشكروك الناس وعزاز عليهم بحكم انك اللي مشيتي. والله انا كنحماق عليهم. يعطيك الصحة خويا. دابا صافي هذه آخر حاجة غتخديها ليش ولا مازال لا دابا غنسقيها ونخليها على جنب تبرد ومن بعد نحضر الكريمة ديالي إن شاء الله ونشاركها معكم وخليكم معنا. خليكم معنا إن شاء الله رجعتكم إن شاء الله. وأنا من المتبعين ديالي رجعت معكم باش نشارك معكم الكريمة. هنا عندي جوج معالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار ديال السنيدة، شور ديال الليمونة محكوكة، وكاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون، وكاس ديال الحليب، وجوج شصيات ديال الفاني. تبارك الله، هنا بركة الله بدي حصان. هنا غنشارك النشا ديالي مع سنيدة. أسيتي شاش شافو حسنة في الرصدين. خويا 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 راني درت له شوية ديال الثومة غيجي يخرج فيا. هاكا تقول لي تيجيش عمي. أحبابي واش تبسل أنا ما كنتش حاسبو. أنا ما حاسب والو، غندير نص طاجين صغير. صافي يلاه صافي ملي 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 وهنا غنضيف النشا ديالي مع السكر تاني. راه هذا الوقت راه كاع ما كنهضرش بالله ديالك. غير بغيت نبدا نتا وزعت. هايلا هاي ما تشوفي كيف كيدير الحاجه ديال النوطه. ما عرفتي باينه شي حياه تاع الله يعطيك الصحه والصبر. يا ربي يخليك. هادشي اللي ما شفتيش ولا راكي. المهم خواتاتي كانوا من رشيده الحمد لله حنا يعني جوج خواتات عندي يوم اللي كيحنوا فيا لا مهلين فيا الصراحه والله صافي ملي مليها فيا دابا صوتك صافي دابا ما شفتيش كتقول كتعاود تاهي في الهضره ديالها. والله دابا شفتي تعاود تاهي ليا كنقول والله الخطا اللي قلت نقول والله الخطا. ما شنو قالوا لي كاع واحد الكلمه تنقولها الصراحه الصراحه راه الصراحه وكيف واحد زوج حوايج كاع ياسين كيقول ويلي ويلي هنا صوصية ديال الفاني ديالي. أييه نعطيكم الصحة تبارك الله يا راه مركزة مع شغلها. غادي نفوق العافية هي من بعد ما نخلطوهم غنديو نفوق العافية باش يعقد لينا شحال تقريبا ديال المدة ديالهم في العافية؟ على ما يعقد لينا باش يلاه نرجعلكم بعد 3 دقائق هادو هادشي ديالكم ان شاء الله. لما عقدت لي الكريمه ديالي دابا غنديرها انتما كما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي بحال هكا هي فاش كتعقد كتجي بحال هكا ها انتما تبارك الله. وقبل ما نكبها نقول لكم واحد الجريمه دارت ما تهتيش لا تهتيتي قالك عقدي ما قدرتش نصبر بغيت نشوف واش هشيشه لا تخبشاتها علي وخلاتها المهم خلاتها لا عمي كملها يا عمي اخويا الحسن واخا كتشوفو كيتغوت معايا كيتيق فيا على الصراحه غير هو ما يقدرش يكلف كنت شي وحده ايوا صافي الله يعطيك الصحه تي تي شي شي انا كشي اللي كاين اخويا انا وصلني غير من 6 صافي صافي دابا تراس في ماشي مشكل راه دابا جوا ربما يكون حاسبهم يا اخويا ما نعرف لا ما كاينش المشكل ما هنا كبيت الكريمه ديالي هي حصان نفرقها على المسبوسه هادشي يا سلام عندك حصان الله يعطيك الصحه ربي يخليك الصحه والراحه الله يعطيك الصحه هذا ما عنديش الصراحه هي متفاجئه راه كيتشهى علينا ضروري دابا حنا الصراحه ما كناكلوش حنا هادشي كاع الراس والعين بحكم بوحدكم وهذا داكشي علاش هادشي حنا ما عندنا طاجين اتاي داكشي تيتباع على برا العصير هكايا صافي الوجوه الا كان شي مليون يمشي وجه هكايا مرحبا خويا شتي هكا صراحه تلقى الاجواء مختلفه بزاف تلقى العرايسه تيصيبو يعني كل واحد والدور ديالو راه الصراحه المراه الدور ديالها في الدار واحد الدور كبير وكبير بزاف بزاف يا خلاص هي هادي حصه كتصايب سميتو ديالها
لا كريم ديالها غنصايبها ندخلها للثلاجه باش تبرد ليا شويه عاد ان شاء الله غنذوقها باش تذوق على حسب الرغبه اللي بغا يذوق الكاوكاو او لا الكوك او لا يعني فيرميسيل شوكولات يعني كل واحد اللي بغا على حسب الرغبه صافي الله يعطيكم الصحه والمهم نرجع لكم ان شاء الله الصحه الكريم فين وصلتي؟ اه صافي انا ديالي ناضي ديال جيتي ترى باقي ديال جيتي وايلي واه فكاتي فيك على حسب الله ها؟ بارك الله انتم راه متتبعين شوفوا الطاجين اللي صايب الوالد كي داير شوفوا الوالد محمد ديال وليداتي نحاولكم ان شاء الله امحيا بارك الله تبارك الله وفاة التهي وتا وليداتي ما تهاوش الله يعطيكم الصحة مازال ما طال مازال ما طال لا صافي لا مازال اه ويلا صافي الله ينوركم والله يخليكم ديما ان شاء الله يرفعوا ديما فوق الفوق وتبارك الله عليكم وساعدكم سعيده وتحصلكم وتحصلكم اخويا الحمد لله احمد اجي تجي داك الشيء كيجا انا نضحكوا مع القبر كاميرا كاع حتى يجيو داك الشيء كيجا حرام عليك ما تصاوب بالله حرامي حرامي تبارك الله حفظك انا كي دير في مكاتب في زعما ديما وجه لا ما كنوريو محمد الهشاشه ديالها ها كتجي دايره كتجي مرمله وزوينه بزاف انا ما نتهيوش وليداتنا ولمحنا الله يعطيكم رضا بنياتنا وتسمحوا لنا رحنا غير تنبغيو نشاركوا معكم هادشي وباغي نوركم يا ربي غرفقوها مع هذا الفلون اللي درت لكم هو باقي صراحه ما جمدش نيشا غنخليوه يجمد وغادي نديرو مورطو ان شاء الله واحد الكليته وغادي ناكلو هادشي ان شاء الله يا الله يا ربي الله يعاونكم الله يسهل عليكم الله يعاونكم الله يرضي عليكم.